تنضم إلينا من داخل البرلمان التونسي نجلاء بوخريص، حيث فشل مرة أخرى الجلسة العامة للمصادقة على انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية. نجلاء، لماذا يعني 4 أعضاء فقط ليس عليهم توافق؟ بسبب بسيط، وهو الاختلاف في المواقف والرؤى السياسية لمختلف الكتل النيابية الممثلة في البرلمان التونسي. كل حزب يشكك في الأسماء المقترحة من بقية الأحزاب، مثلا اسم العياشي الهمامي وهو أحد أبرز القيادات اليسارية في البلاد، ترفع في وجهه الفيتو عدد كبير من الكتل النيابية من بينهم كتلة الحرة الممثلة لحزب تحيا تونس لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. كذلك حركة النهضة يعني تعارض عدد من المرشحين في هذه المحكمة الدستورية، وهو أعلى جهاز دستوري في البلاد من المفترض أن يؤسس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 3 أشهر ستجرى في تونس، بحسب طبعا ما أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هناك تضارب كبير في مصالح وأجندة الأحزاب التونسية. كان من المفترض أن تكون هناك جلسة عامة انتخاب 4 من أعضاء يمثلون ثلث هذه المحكمة وتركيبة هذه المحكمة الدستورية. غياب التوافق ربما تكون هناك يعني جلسة مضيقة لهذه الكتل في محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق يعني قبل المضي في مرحلة الجلسة العامة. وإن فشل ذلك نجلاء، ما هي التفاصيل الإجرائية اللاحقة؟ يعني المحكمة الدستورية معنية بالكثير من القضايا، أهمها الانتخابات البرلمانية الرئاسية وغيرها من الأمور الهامة المعلقة الآن. كيف تبدو الصورة؟ في الحقيقة بحسب ما نرصده من آراء، بعض مصالح الأحزاب تصب في التأجيل يعني المستمر لعدم المصادقة على هذه الهيئة وهذه المحكمة، وذلك يعني بتخوفات عدد من الأحزاب حول الأسماء التي ستنتخب في هذه المحكمة وربما تعارض مصالحها، وخاصة هنا حركة النهضة. اليوم في تونس ما يعوض المحكمة الدستورية هو مجرد هيئة وقتية النظر في دستورية مشاريع القوانين، بحسب بعض المصادر هي لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما يعني هي فقط يعني وقتية بانتظار الإعلان عن هذه المحكمة التي من مهامها الرئيسية النظر في مسائل الشغور في رئاسة الجمهورية. ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة عامة الأسبوع المقبل إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بخصوص 4 من الأسماء يختارهم وينتخبهم مجلس الشعب ليكونوا يعني ثلث هذه المحكمة الدستورية، فيما يقرر ويعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء يعين 4 آخرين بحسب ما ينص عليه دستور البلاد. طيب نجلاء، بخصوص اجتماع لجنة التوافقات على الأسماء، هل لها فرص يعني في إيجاد ربما حلول لمسألة المحكمة الدستورية؟ في الحقيقة أن التوافق بحسب يعني بالنظر إلى عدد نواب الشعب، التوافق مرتبط بين كتلة الحرة من جهة، كتلة نداء تونس من جهة، والنهضة من جهة أخرى، باعتبار أن هذه الكتل الثلاثة تمثل 2/3 أصوات مجلس الشعب، والتصويت على هذه الأسماء يتطلب 145 صوتا، وهذه الأحزاب يعني يفوق عددها 145، وبالتالي فإن التوافق بين هذه الأسماء مرتبط بهذه الكتل النيابية الثلاث. الاختلاف الأساسي حول التخوفات من الميولات السياسية لهذه الأسماء المقترحة. النهضة مثلا تتخوف من كل ما هو قيادي يساري ربما يكون يعني ضدها في القرارات أو بما لا يتماشى مع أجنداتها في البلاد، سيما وأن حركة النهضة بحسب ما ترصده شركات صبر الآراء أصبحت متراجعة بشكل كبير في نوايا التصويت للانتخابات المقبلة، وهذا ما يثير مخاوفها بحسب مختلف القراءات في المشهد السياسي اليوم في البلاد. سنبقى معك بطبيعة الحال نجلاء مع كل مستجد. أشكرك جزيلا مراسلتنا من تونس نجلاء بوخريص.